لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة السبت 29 إبريل، والنهاردة القمر موجود في برج الجوزاء. عندنا كمان فينوس وأورانوس الاثنين موجودين في برج الحمل، وعندنا الشمس موجودة في برج الثور، وعندنا المريخ موجود في برج الجوزاء، ونبتون موجود في برج الحوت. عندنا كمان أربع كواكب بيتراجعوا: عطارد بيتراجع في برج الحمل، وعندنا المشتري بيتراجع في برج الميزان، وزحل بيتراجع في برج القوس، وبلوتو بيتراجع في برج الجدي. الجديد النهاردة ان عندنا القمر في وضع متنافر مع زحل. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على ال 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهاردة عندهم القمر في منزل العلاقات، وده بيخلي مواليد الحمل اكثر دبلوماسية، وده هينفعهم كتير في ان هم يوطدوا علاقتهم بالناس اللي حواليهم، وممكن يكون عندهم تعبير عن افكارهم وعن مشاعرهم بطريقة افضل. نروح بعد كده لبرج الثور. الثور النهاردة عندهم تنافر فلكي في منازل المال، وعشان كده مطلوب من مواليد برج الثور ان هم يحطوا ميزانية محددة ويحاولوا يلتزموا بيها، وكمان مطلوب منهم ان هم يتمهلوا في حركتهم وفي مصاريفهم، ويعني يبعدوا عن التبذير قد ما يقدروا. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. الجوزاء النهاردة القمر في برجهم، وده بيساعدهم ان هم يحصلوا على كل اللي هم عاوزينه. هيكون عندهم يقظة ذهنية اكتر، وهيقدروا يتصرفوا بذكاء، ويقدروا كمان ان هم يديروا المواقف لصالحهم. كمان وجود المريخ في برجهم بيديهم اصرار اكتر وحماس وطاقة افضل من الفترة اللي فاتت. نروح بعد كده لبرج السرطان. برج السرطان النهاردة عندهم القمر في المنزل ال 12، وده بيخلي مواليد برج السرطان يميلوا للعزلة شوية، وممكن يكونوا العزلة دي بتساعدهم على التأمل، وده هينفعهم كتير في ان هم يتوصلوا لنتائج ويلاحظوا تفاصيل هتنفعهم في المستقبل. لكن شرط النجاح عندهم الفترة دي ان هم ما يعلنوش عن افكارهم. نروح بعد كده لبرج الاسد. الاسد النهاردة عندهم القمر بيدعمهم جدا لانه في منزل الاصدقاء، فممكن ده يخليهم عندهم رغبة اكتر في الاستقلالية، لكن كمان عندهم اوقات حلوة ممكن يقضوها مع الاصحاب، فعندهم حياة اجتماعية حلوة. ونصيحتي لمواليد برج الاسد ان هم ما يضيعوش اليوم ده، وما يرفضوش اي دعوات من اصدقاء او من قرايب. ممكن يكون عندهم اوقات حلوة هيقضوها مع كل الناس اللي حواليهم. كمان عندهم من الناحية الاجتماعية عندهم قدرة على ان هم يعبروا عن افكارهم بوضوح اكتر، وعندهم افكار كمان مبهرة وخلاقة وداعمة للناس اللي حواليهم. الاسد كمان اللي عندهم مشروعات خاصة، النهاردة يوم مناسب لتنمية مشاريعهم واعمالهم جدا. ان شاء الله يكونوا موفقين على جميع الاصعدة. نروح بعد كده لبرج العذراء. برج العذراء النهاردة للأسف القمر مازال معاكس معاهم في منزل العمل، ومطلوب من مواليد برج العذراء ان هم يهتموا بالتفاصيل ويدققوا اكتر، وعشان يعني محدش ياخد عليهم اي اخطاء، ويحاولوا يتفادوا المشاكل اللي ممكن ترهقهم النهاردة. لكن يحاولوا في الشغل ان هم يكونوا يقظين في كل خطوة عشان ما تتمسكش عليهم اخطاء. نروح بعد كده لبرج الميزان.
الميزان النهاردة عندهم الحظ رائع لأن القمر في منزل الحظ، وده بيدعمهم جدا وممكن يديهم روح خيال، يعني هيكون عندهم الخيال خصب، وده هيحفز قدرتهم على ان هم يحققوا مكاسب مالية، ويقدروا كمان يحللوا احسن كل موقف، ويقدروا يوصلوا لاستنتاجات مهمة تساعدهم على التطور وعلى التقدم. نروح بعد كده لبرج العقرب. برج العقرب النهاردة عندهم التنافر الفلكي الحقيقة بتاع النهاردة موجود في منازل المال، ومطلوب من مواليد برج العقرب ان هم يدرسوا خطواتهم كويس قبل ما يتحركوا عشان يقدروا يقوموا بأعمالهم بدون أخطاء، ويقدروا يحققوا إنجازات مهمة. نروح لبرج القوس. برج القوس النهاردة عندهم القمر في مواجهة برجهم، وكل مواليد القوس حاولوا النهاردة ان انتوا تتأنوا في اتخاذ القرارات، ما تتسرعوش، ومهم جدا كمان في النواحي المالية اي قرارات شرائية او بيع او شراء مهم ان انتوا تتأنوا وتتمهلوا. مهم كمان ان انتوا تدرسوا وتبحثوا قبل ما تاخدوا اي قرار في اي، حتى في الحياة الشخصية، في الحياة الزوجية، لو عندكم شراكة في الشغل، خصوصا الحياة مع الشركاء، شركاء العمل او شركاء الحياة، مهم جدا ان انتوا ما تسيبوش نفسكم للغضب وللانفعال، وتحاولوا تدرسوا الموقف قبل ما تتكلموا. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة عندهم في تنافر فلكي في منازل الصحة، ومطلوب من مواليد الجدي النهاردة ان هم يحاولوا يوظفوا جهودهم وطاقتهم في المسار السليم، لان الطاقة ممكن يكون فيها شوية منخفضة بسبب التنافر الفلكي في منازل الصحة، فممكن يلاقوا طاقتهم منخفضة شوية، فيحاولوا ان هم ينظموا جهودهم علشان ما تروحش في الهواء. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم لان القمر في منزل الحب، ومطلوب من مواليد الدلو النهاردة ان هم ينتهزوا الوقت ده، ممكن يوطدوا علاقتهم بالاحباب، وممكن غير المرتبطين يرتبطوا النهاردة في فرصة ان يقابلوا حد مناسب. النهاردة كمان في الشغل بالنسبة لمواليد الدلو عندهم طاقة اكبر، وإن شاء الله هيكون الفلك في صفه. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس معاهم عائليا واجتماعيا، ومطلوب من مواليد برج الحوت ان هم يحاولوا يتحكموا في غضبهم وفي انفعالاتهم، ويصبروا عشان يوصلوا للي هم عاوزينه. مهم قوي ان هم كمان يكونوا مؤمنين دايما بأهدافهم، ويحاولوا بس يعملوا اللي عليهم علشان يعرفوا يوصلوا لهدفهم. بلاش كمان يتذمروا اذا الدنيا لقوها متعطلة، لان في تراجع عندهم في الناحية المهنية، زحل بيتراجع، فده ممكن يأخر لهم اعمال او الدنيا في الشغل ما تمشيش قوي، فيحاولوا بس يصبروا، ما يعلنوش عن تذمرهم، ومسألة وقت والدنيا هتكون احسن ان شاء الله. وكده نبقى خلصنا ال 12 برج النهارده.